كابتن إبراهيم يوسف نجم المحلة السابق تدريب فريق الصقر اليمني، ولكن وهو هناك تعرض لوعكة صحية، والوعكة الصحية أدت إلى تدهور حالته الصحية، ولكن الحمد لله بالكشف على الكابتن إبراهيم يوسف من خلال البي سي آر 3 مرات كانت النتيجة سلبية الحمد لله، لكن التحاليل بتقول إنه عنده اشتباه في التهاب رئوي، فحالته كانت صعبة. فكان في محاولات لنقله إلى مستشفى أفضل، لكن في صعوبة هناك في اليمن، ففي محاولات لنقله إلى مصر علشان يتم علاجه هنا، لكن برضو دي كمان واجهتها صعوبة رغم تدخل العديد من الجهات لإعادته إلى القاهرة. فاحنا عايزين نطمن الأول على حالة الكابتن إبراهيم يوسف وعلى صحته، ويعني وصلنا لحد فين على مستوى إعادته إلى مصر. معنا على التليفون الأستاذ كريم الشبراوي زوج نجلة الكابتن إبراهيم يوسف. أستاذ كريم أهلا بيك، منورنا. السلام عليكم، عليكم ازيك؟ السلام، ازي منور حضرتك؟ الدنيا. وعليكم السلام، اهلا بيك. ربنا يعزك، كله تمام الحمد لله. ربنا بكلمك من يعزك. الامارات مش كده؟ بالظبط. تمام. طيب عايز اطمن الاول على حاله الكابتن ابراهيم يوسف، يعني حالته عباره عن ايه ودلوقتي مدى استقرارها؟ والله يا كابتن هاني، هو الكابتن كان تعرض فعلا زي ما انت قلت الوعكه صحيه من فتره. بعدها تقرر ان هو يعني بعد ما تحسن شويه، تقرر بعد انتهاء الدوره المجمعه المعموله في صنعاء، تقرر ان هو هينزل مصر ان شاء الله. كان المفروض ان هو ينزل مصر من الجمعه اللي فاتت. تمام. اتحرك من صنعاء لعدن، لان مطار عدن هو المطار الدولي اللي شغال دلوقتي في اليمن. المسافه بين صنعاء وعدن تقريبا 9 ساعات بالعربيه. وهو في الطريق تعب شويه. لما وصل عدن التعب زاد عليه جدا، فاضطروا يدخلوه مستشفى في عدن، مستشفى الجمهوريه في عدن. ده وهو في الطريق الحقيقه لعدن عشان ياخد الطياره ويجي القاهره. بالظبط بالظبط. تمام. دخل المستشفى، للاسف كان تشبع الاكسجين في الدم كان قليل جدا، وكان السكر عالي جدا فوق ال 500. الحقيقه الناس هناك يعني ما اثروش خالص. يعني انا يعني عن طريقك احب اشكر كل القائمين على نادي الصقر هناك، هي شايلينه من على الارض شيل، ما فيش حد فيهم اثر في اي حاجه. بالعكس، كان في لعيب اسمه كابتن احمد الظهري كان مسافر معاه كمان، مرافق من صنعاء لعدن عشان يوصله. بعد ما اضطروا ان هم يدخلوه المستشفى، بداوا يحاولوا يسيطروا على السكر والضغط ويشوفوا ايه سبب قله تشبع الاكسجين في الدم. المهم بعد يعني بداوا يتحط على اكسجين، ماسك اكسجين مش انتيوبيشن، يعني الماسك الخارجي. بدأ التشبع الأكسجين الحمد لله يزيد، وصل ل 95 و 99%. قبلها، قبل ما يسافر من صنعاء لعدن، كان عامل بي سي ار عشان يسافر عشان يرجع مصر. أيوة. وكان البي سي ار نيجاتيف. تمام. بعد ما دخل المستشفى في عدن، بدأوا يشتبهوا ان هو كورونا، لان الاعراض التنفسيه كلها هي مفهوم. اعراض الكورونا. فعمل بي سي ار تاني في عدن تبع وزارة الصحة يعني هناك، وبرضه كانت النتيجة الحمد لله سلبية. الحمد لله. لكن هو الأغلب، أغلب الظن إن هو كان ممكن يبقى كورونا في الفترة اللي هو تعب فيها قبل كده، ودي توابع الكورونا أو مضاعفات الكورونا. لكن الحالة إلى حد ما يعني مستقرة إلى حد ما. لكن الفكرة إن أنت عارف طبعا الوضع في اليمن، الله يكون في عونهم كلهم يعني. ربنا يفرجها عليهم وعلينا يا رب. يا رب. الفكرة إن المستشفيات هناك وضع الحالات كتير مقارنة بالإمكانيات اللي هناك. أيوه. ال إدارة النادي هناك حاولوا إن هم ينقلوه لمستشفى، يعني مستشفى خاص، على يعني على 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 فكره ان هو يعني يبقى فيه اهتمام اكثر، او يعني يبقى بعيد عن حالات الكورونا اللي موجوده وكده. الحقيقه المشكله ان لما عملوا السي تي او اللي هو الاشعه المقطعيه على الصدر، واضح ان هو الـ الاعراض كلها هي اعراض كورونا. فالحقيقه يعني انا برضو من خلالك بشكر وزاره الهجره، متمثله في الوزيره نبيله مكرم، اهتمت جدا بالقضيه، والمكتب بتاعها تواصل مع الناس في اليمن بشكل مباشر. ممتاز. كمان تواصلوا مع السفاره اليمنيه في مصر والسفير المصري في الرياض.
تواصل برضو بشكل مباشر مع الجماعه الاداره في اليمن. الحقيقه ما حدش اثر تماما، لكن زي ما بقول لك هي فكره امكانيات اكتر منها اي تقصير. مفهوم. يعني طيب لكن هو هم حالة الحقيقه يعني الكابتن ابراهيم يوسف نفسه ايه دلوقتي؟ يعني مستقرة ولا لسه في خطر بدرجة ما؟ هي بدرجه ما، يعني طبعا يعني على اللي بيوصل لنا من اخبار تاني ان حاله الاكسجين، تشبع الاكسجين كويس في قول الدم طول ما تمام. هو على جهاز الاكسجين. لكن لو اترفع الاكسجين طبعا الحاله بتتدهور. فهو كل الامل يعني ان احنا ان شاء الله نقدر ننقله في يا اما في مستشفى افضل في اليمن ان هو يكمل علاجه هناك، او لو في اي امكانيه ان احنا نقدر نجيبه لو الحاله مستقره ان هي تتنقل، لان انت عارف برضو يعني هم انه يعرف يطلع مستحيل على يقدروا طيارة يتصرفوا يعني. يعني. لكن هو بالظبط بالظبط يعني. حتى الآن غير جاهز انه ياخد الطيارة ويجي القاهرة. والله هو ما فيش حد هناك قادر يدي تصريح بده، يعني ما حدش قادر يدي تمام. كليرنس ان هو يسافر. زي ما قلت لك يعني الحقيقه انا تاني انا احب اشكر كل الناس اللي هناك، ابتداء من رئيس النادي استاذ شوقي هايل، هو بنفسه بيتابع الحاله يعني ساعه بساعه، النائب رئيس النادي استاذ رياض الحروي، كابتن فضل العرومي ده احد اساطير نادي الصقر، وهو دلوقتي مساعد المدرب، يعني هو كان مساعد كابتن ابراهيم في الفتره الاخيره في اللي تولى فيها الاداره الفنيه. هو مقيم مع كابتن ابراهيم في عدن، يعني سايب بيته سايب اسرته وعايش مع كابتن ابراهيم في المستشفى جوه ربنا العزل. يجازيه خير. الحقيقه كلهم كل الناس هناك يعني قايمين بدورهم باكمل وجه. استاذ خالد كمان المنسق بتاعهم هناك، المنسق الاداري للنادي، قايم بدور غير طبيعي، كفايه ان هو مستحملنا، يعني مستحملنا احنا وبناته، بنكلمهم تقريبا كل 5 دقائق عشان نطمن على الحاله. فالحقيقه كتر يعني كتر خيرهم طبعا كلهم هناك. بس هو كل الامل بتاعنا دلوقتي ان احنا نقدر يا اما ننقله على مستشفى افضل. الحقيقه السفير برضو تواصل مع الاداره النهارده، وتواصل مع الوزير الصحه اليمني بنفسه. تمام. كمان هو كلم كابتن ابراهيم يوسف النهارده السفير المصري في الرياض، تواصل معاه بشكل مباشر، وحتى حاله كابتن ابراهيم اتحسنت نفسيا جدا تمام بعد ما الحمد لله. بعد مكالمه السفير. يعني هو قال له احنا في ظهرك واحنا معاك واحنا مش هنسيبك. فالحقيقه يعني انا بشكرهم كلهم، تمام ويعني اتمنى ان شاء الله لو ربنا يعني ييسر ونقدر يا رب ننقله سواء في مستشفى افضل او يرجع مصر يكمل علاجه وسط اهله واحبابه. بإذن الله، وأنا بضم صوتي لصوتك إن شاء الله. يبقى في حتى محاولات من المسؤولين اللي أنت وجهت لهم كلهم الشكر إن هم ينقلوه إلى مستشفى آخر أو إنه يعود إلى القاهرة إذا كانت حالته تسمح. بإذن الله نطمن على صحة الكابتن إبراهيم يوسف، نجم نجوم المحلة والمدير الفني للفريق في العديد من السنوات، آخرهم كان السنة اللي فاتت قبل ما يستقيل، لكن هو دايماً بالنسبة للمحلة طوق نجاة إنه يتولى تدريب المحلة في